إلى حافة الهاوية، وصولا إلى اعتباره بمثابة الحرب، أضحى التعامل مع ملف ناقلات النفط شائكا وربما مهددا للنسيج السياسي والاجتماعي في ليبيا، بعد أن أعلن عبد رب البرعصي أن أي مساس بالناقلة الكورية الشمالية الرابضة على شواطئ ميناء السدرة سيكون بمثابة إعلان حرب، حرب لوحت الحكومة المؤقتة بالاستعداد لتبعاتها مع توالي ردود الفعل الرسمية على التصرف الأحادي لما يعرف بالمكتبين التنفيذي والسياسي لإقليم برقة. الناقلة الآن متواجدة بميناء السدرة محاطة بالثوار الوطنيين اللي فيه الوطنيين، وفي حالة أي حركة منها حتصبح هباء منصورة. في حالة أي حركة منها للمغادرة الميناء والذهاب بالنفط الليبيين، صادرة تعليمات لجميع الناس الوطنيين اللي الآن في عمق البحر بتدميرها أو قيادتها إلى أول مرفأ ليبي آخر. وفي حيثيات التحرك الفعلي على الأرض، تم استنفار عدد من القطع البحرية ومحاصرة ناقلة النفط في ميناء السدرة منعا لأي مغادرة محتملة. الأوامر صدرت وتم التنسيق عبر عدد من النقاط والقواعد البحرية، نقاط البحرية والقواعد البحرية، وتم العمل على مستوى ضباط من سلاح البحرية وأيضا مع توار من توار ليبيا في عدة مناطق ليبية. تم تحريك عدد من القطع البحرية. الآن أي حركة لهذه السفينة هي تحت السيطرة، ولن يستطيع أحد تحريك هذه السفينة، وإلا ستبقى خردة في مكانها. ردود الفعل الغاضبة من الاعتداء على السيادة الوطنية دفعت العديد من الجهات الرسمية والشعبية إلى إدانة الواقعة ومحاسبة الفاعلين. فإن العلماء يدعون الثوار المخلصين أن يبذلوا ما في وسعهم للتصدي لهذه الأعمال الآثمة، وأن يعترضوا هذه الباخرة في عرض البحر ويقتادوها لأحد الموانئ الآمنة الخاضعة لسيادة الدولة. تخويل وزارة الدفاع ورئاسة الأركان باتخاذ اللازم بما في ذلك استخدام القوة اللازمة استبق باستصدار قرار قضائي من النائب العام بحسب رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان. لم ينكر ما يعرف بالمكتب التنفيذي والسياسي لإقليم برقة استغلال الانقسام السياسي الحاصل في طرابلس والتجاذبات الدائرة بين مراكز القوى وأقطابها حول مستقبل العملية السياسية في البلاد والتململ من الانفلات الأمني الحاصل في الشرق الليبي، معتبرا أن استئناف تصدير النفط من الموانئ المغلقة يأتي بعد أن مل انتظار حل يتوافق عليه الجميع إثر تراجع منسوب تصدير النفط في البلاد وتناقص دخل الدولة من إيراداته.